ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، وإن خشي رفعها تابع التكبير. طيب، يقول ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته وإن خشي رفعها تابع التكبير. في ناس يجون متأخرين في صلاة الجنازة وتفوتهم تكبير أو تكبيرتان، موجود هذا. طيب ماذا يفعل إذا جاء الإنسان ليصلي على الجنازة وتأخر لأي سبب من الأسباب؟ المهم جاء والإمام دخل في الصلاة وكبر الإمام ولا يدري هو في أي تكبير، المهم أو يدري في أي تكبير، المهم أنه فاتته تكبير أو تكبيرتان، فماذا يصنع؟ له ثلاث حالات، له ثلاث حالات، الحالة أو أربع حالات. يلا، الحالة الأولى أن يدخل مع الإمام فيكبر، طبعا بالنسبة له الأفضل أن تكون الأولى، فيقرأ الفاتحة ثم الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو الميت، ثم الرابعة ويسلم. لو دخل مع الإمام مثلا في الركعة في التكبيرة الثانية أو الثالثة، هنا إما أن يستطيع، يعني تأخروا في حمل الجنازة، لأن الأصل في الصلاة كل جنازة موجودة، الجنازة إيش؟ موجودة. فإذا كانت الجنازة موجودة لم تحمل يكمل صلاته طبيعي، الله أكبر، يصلي على النبي، لو قلنا فاتته ثلاث تكبير، تكبيرة ثانية الله أكبر، يدعو للميت ثم الله أكبر ويسلم، إذا كانت الجنازة ما زالت موجودة. إذا حملوا الجنازة ما أعطوا فرصة أبد، سلم الإمام كما هو الواقع اليوم وحملوا الجنازة وانصرفوا بها، له هنا حالتان، إما أن يتابع التكبير بدون يعني ما يأتي بأركانها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقط، تكبير فقط، زين، أو أنه يقطع الصلاة لأنه صلوا عليها خلاص، هي فرض كفاية في النهاية، في النهاية فرض كفاية، ويكفي الذين صلوا عليها، يكفي الذين صلوا عليها، انتهى الأمر. لو صلى أكمل صلاته ولو حمل الجنازة، صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، لو حمل الجنازة واستمر الله أكبر صلى على النبي والله أكبر ودعا الميت والجنازة شالوها أيضا لا بأس إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل أن يقطع لأنه الجنازة غير موجودة أصلا، والأصل أن الجنازة إذا كانت في البلد أن تكون حاضرة في الصلاة، هذه الجنازة ليست حاضرة عندنا. الحالة الرابعة وهي أنه يقطع الصلاة ثم يصلي بعد أن تدفن، يصلي عليها بعد أن تدفن، دفنوها انتهى، ما في ناس يجون متأخرين يصلوا على الجنازة بعد ما تدفن، يصلي معهم، يصلي معهم. لكن هنا في مسألة مهمة جدا ويغفل عنها كثير من الناس، صلاة الجنازة قلنا إيش حكمها؟ فرض كفاية صحيح؟ ما معنى فرض كفاية؟ إذا صلى عليها البعض سقطت على الآخرين، إذا صلت عليها المجموعة الأولى المجموعة الثانية بالنسبة لهم إيش؟ نافلة سنة، لأن صلى عليها أهل الفريضة فبالنسبة لهم سنة نافلة. طيب لو كان الدفن بعد العصر فلا يجوز أن يصلوا على الجنازة بعد دفنها، لأن هذا وقت دهي، نهى النبي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذا كانت الجنازة دفنت صباحا أو دفنت ليلا الأمر واسع، يصلون عند القبر. أما إذا كانت صلاة على الجنازة بعد العصر وفاتته الصلاة لا يأتي يصلي عند القبر بعد العصر، لا يأتي يصلي عند القبر بعد العصر، لأن هذا وقت كراهة وهو يصلي الآن إيش؟ نافلة، والنافلة لا تجوز بعد العصر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس، فيؤخر الصلاة على الجنازة هنا إلى ما بعد المغرب أو بعد العشاء، المهم كذا، أو لا يصلي وأخذ الأجر هو في النهاية، هو جاء ليصلي لكن فاتته لأي سبب من الأسباب، هو أخذ أجر النية إن شاء الله تعالى، والذين صلوا كفوا ولله الحمد والمنة. فهنا لا يصلي بعد العصر وإنما يصلي إذا كانت صباحا أو كانت ليلة. نعم،
وسيأتي الكلام المؤلف عليها. نعم.